اعرفكم ايه اللي ممكن تتعرضوا له من انواع الوقف. في وقف اتفاقي، في اتنين خصوم ممكن يوقف الدعوه، خصم يتفق مع خصمه تعالى نتفق احنا الاتنين مش جاهزين، او في فرصه للصلح، او في فرصه للصلح، تعالوا نقعد قعده عرفيه باصطلح، بس نقول للمحكمه ادينا فرصه للتصالح، فيتفقوا على الوقف الاثنين ويروحوا قدام المحكمه يطلبوا منها مهله لانهاء الموضوع صلحا او تحكيما مثلا، فالمحكمه تديهم وقف اتفاقي توقف الدعوه لمده 6 شهور مش اكتر من كده، وتديهم المهله يروحوا يتفقوا ويصطلحوا ويجي يقدموا محضر الصلح في الجلسة، والمحكمة تلتزم بما تضمنه محضر الصلح. ده اسم الوقف الاتفاقي، ممكن يتفق عليه الخصوم. في وقف تاني، أما طبعا تعرفوا حاجة اسمها رد القضاء، إذا توافر في رئيس المحكمة أو أحد أعضائها شروط الرد والمحامي رد المحكمة، فالمحكمة بتوقف الدعوة لحين الفصل في طلب الرد بحكم نهائي. ما تقدرش المحكمة تقول لا أنا همشي في الدعوة غصب عنك، طالما رديت المحكمة غلت يد المحكمة عن نظر الدعوة على طول في ساعتها في التو واللحظة، وتديك أجل لاتخاذ إجراءات الرد، ثم بعد كده يحكم في الرد. لو اتحكم برد المحكمة، رئيس المحكمة بيعين بيودي القضية قدام دايرة أخرى، ولو ما اتحكمش برد المحكمة بترجع القضية قدامهم تاني. عشان كده اللي يلجأ لرد المحكمة لازم يكون مش بيسوف، مش لقى ان قضيته هتخسر فبيعطل، لان لو القضيه لما تترد لنفس المحكمه تاني بيبقى شكله مش حلو وقضيته خلاص بتتهز وموقفه بيتهز. عشان كده لما تيجي ترد قاضي يبقى عن اسباب قانونيه موضوعيه، مش اسباب جايبها من عندك كده. ده الوقف للرد. في وقف تاني، وقف جزائي اللي نصت عليه الماده 99. الوقف الجزائي ده الاول هو بيبقى فيه غرامات، حتى العمال نفسها اللي هم الموظفين سكرتير الجلسه نفسه لو المحكمه الزمته يقدم مستند او يضم ملف دعوه او الكلام ده وما عملش بيتحكم عليه بغرامه، والمحامي ممكن يتحكم عليه بغرامه، وممكن ياخد وقف جزائي لمده شهر. وقف جزائي ليه؟ البيت اهمل في تقديم المستندات، المحكمة طلبت منه تقديم مستند وما قدموش، أمهلته وما قدموش. وفي الحتة دي أقول لكم إيه، المحامي لما يقدم قضيته وتبقى ناقصة مستند ويأجل عشان يقدمه، ثم بعد كده يأجل عشان يقدمه، والمحكمة تلزمه مش عارف إيه بمستند وما يجيبوش، خلاص مهما كان القاضي ملتزم قدامه بنصوص، لكن برضه عنده قناعة داخلية بموضوع الدعوة، لو فقد قناعته بأحقيتك يدور لك على إزاي يحكم برفض الدعوة. خلاص هو أرى منك إنك أنت مالكش حق في الدعوة، الدعوة دي مرفوعة عن غير ذي حق. فتلاقي القاضي، ما هو القاضي بشر، مال لوحده كده ناحية إيه؟ ناحية البحث عن أدلة رفض الدعوة. لكن لما يكون أنت ملتزم وملتزم بتقديم المستندات، والقاضي أما يلزمك بتقديم المستند تجري وتبحث وتجيبه، بتلاقي المحكمة بتاخدها معاك، بتاخد نظرها وبتاخد عقيدتها معاك إنك صاحب حق. ووقوفك قدام القاضي وإصرارك، خلي بالك ما تطلبش اما يكون عندك طلب استخراج مستند ما او ضم ملف في القضيه وتطلبه باهمال وبصوت خافت كده وكانك بتتراجع، تدي حق للمحكمه انك انت
ان المستند ده للتسويف وللمماطله. عشان كده دايما تطلب طلب يكون بجديه، تطلبه بجديه، وتحاول يكون صوتك مسموع، ما تتكلمش بصوت خافت قدام المحكمه، وتبقى واثق من نفسك. المحكمه لو انت ما قدمتش المستندات في مواعيدها بتدي وقف جزائي لمده شهر. المواعيد دي خلي بالكم وانتم ماشيين كده في مهنه المحاماه، المواعيد دايما يا اما تكتبها وتحطها على جنب كده في مكتبك، على مكتبك، او يبقى عندك كتاب بتاع مواعيد دايما تبص عليه، لان يبقى انت مجتهد في الدعوه وعمال شغال فيها ومعادي ضيعت وضيع الدعوه بتاعتك، وقضيه ضاعت مع قضيه ضاعت سمعتك خلاص. فالمواعيد دايما تخرج، يعني الوقف الجزائي ده في خلال 15 يوم بعد نهايه الشهر لازم تجدد الدعوه من الوقف، لازم تعجل الدعوه من الوقف، تعجيل الدعوه من الوقف في خلال 15 يوم، وتعلن في خلال ال 15 يوم اعلنت بعدهم ضاع خلاص كده هترجع الدعوه للمحكمه وتحكم باعتبار الدعوه كان لم تكن. ولو حكمت باعتبار الدعوه كان لم تكن مصيبه، لان زال اثر كل الاجراءات. مش كده وبس، ده اللي اسوأ من كده بقى في الحكم باعتبار الدعوه كان لم تكن، ان لو انت رفعت الدعوه قبل ميعاد التقادم بشويه واثناء سير الدعوه ميعاد التقادم خلص، ما يقطعش الدعوة اللي اتحكم فيها باعتبار الدعوة كأن لم تكن، ما يزلش، ما يقطعش التقاضي. تيجي ترفعها تاني بعد ما يكون مشيت خمس ست سبع شهور تلاقي الدعوة خلاص تقادمت بمضي المدة. يا نهار أبيض، ده حق موكلك علشان إهمالك. أوعى أوعى المواعيد، زي ما قلت لك في الأول أوعى المواعيد. المواعيد أهم حاجة. تاريخ المحامي كله في انه ما يخسرش قضيه عشان مواعيد، ولا علشان تقديم مستند، ولا عشان الحضور. لو بقى انت يعني في قضيه يعني كيفتها غلط بتاع ممكن تدارى شويه، لكن عدم حضورك، عدم تقديم مستند، فوات مواعيد، دي تضيعك. فحاسب، مهنه عظيمه اه، لكن فيها خطوره، خطوره انك انت تضيع حق واحد يعني يمكن يكون مستقبله كله متوقف على هذا الحق ومستقبل اولاده. طيب في وقف تاني؟ اه في وقف تعليق. في وقف تعليق. ايه الوقف التعليق؟ يعني انا مثلا في قضيه مدنيه رفعتها ولسه الدعوه الجنائيه اللي هي بشانها شغاله. زي واحد رفع دعوى تعويض على قتل خطأ أو على إصابة خطأ، والمتهم بعد ما خد حكم بأول درجة استأنف، وبعد ما اتأيد الاستئناف نقض، عمل نقض في الحكم الشق الجنائي، المحكمة تحكم لو الدعوى المدنية اترفعت بتحكم بوقف الدعوى المدنية تعليقا لحين الفصل في الشق الجنائي. ليه؟ لأن الجنائي بيقيد المدني. تاخد معلومة كده، تاخد معلومة كده وانت ماشي في طريق المحاماة، ان الجنائي بيقيد المدني. مش بيقيده قيد مطلق، عشان تبقوا عارفين، مش بيقيده قيد مطلق، لان دعوة التعويض بتبقى عن الضرر، متعلقة بالضرر مش متعلقة بالخطأ. ولكن القيد هنا لان اثبات الخطا دليل على وجود الضرر، عشان لما تيجي تربط بقى الخطا والضرر وعلاقه السببيه ما بينهم، يبقى تبقى عارف ان نتيجه هذا الخطا حصل هذا الضرر، وان لولا ارتكاب هذا الخطا ما كان حصل هذا الضرر، ودي علاقه السببيه. علشان كده لازم تبقى عارف وانت ماشي في الدعوه الاجراءات الشكليه دي مهمه جدا. طب بعد تفضل وقف الدعوه تعليق ان شاء الله 10 سنين لحد ما يحكم في الشق الجنائي. هنا المشرع ما قالش امتى يتم تعجيل الدعوه من الوقف، يعني تقدم طلب بالسير في اجراءات الدعوه. لازم ان انت تتابع الشق الجنائي كمدعي مدني، المتهم هيتابع. لازم ان تتابع الشق الجنائي لحد ما تلاقيه اتحكم فيه بحكم نهائي بات من محكمة النقض، لو معمول نقض. تروح تسأل بقى كل شوية.
لان هو المفروض نعلن، المفروض كل من له صفه في الدعوه يعني المدعي والمتهم بيعلن بالاجراءات اللي بتحصل، بس ما في الواقع العملي ما بيحصلش او الاعلان ما جالكش، فلازم ان انت تتابع علشان ما تضيعش حق موكلك ويكون الشق الجنائي خلصان بقاله سنتين ثلاثه وانت نايم ما تعرفش ايه اللي بيحصل. فبعد ما يتحكم في الشق الجنائي بحكم نهائي تبتدي تقدم طلب للايه؟ للسير في اجراءات الدعوه من تاني.